مشاهير وعظماء فشلوا في بداية حياتهم ثم حققوا نجاحاً ساحق. الفشل هو بداية كل نجاح. كل شخص عظيم لا بد وأنه قد ذاق مرارة الفشل من قبل. في هذا الفيديو قائمة تتضمن قصص 5 عظماء فشلوا في بداية حياتهم ثم حققوا نجاحاً ساحق. إليكم التفاصيل. ستيف جوبز. يعتبر ستيف جوبز واحداً من أشهر وأغنى رجال الأعمال في العالم، على الرغم من أن بدايته كانت مليئة بالفشل والمتاعب والمشاكل. فقد كان ستيف جوبز يتيماً وتبنته عائلة، وعاش عاملاً في كراج صغير فقير، وعمل في شركة أبل وتم طرده ثم عاد إليها مرة أخرى ليكون المنفذ لها وصاحب الريادة في كونها أكبر شركة على مستوى العالم، وليصبح واحداً من أهم قصص النجاح العملاقة رغم الفشل. أوبرا وينفري. تعرضت أوبرا لنكسات كثيرة في حياتها، حيث عاشت طفولة صعبة للغاية، ومرت حياتها المهنية بالكثير من العقبات والمشاكل، والتي تضمنت على طردها من وظيفتها كمراسلة في التلفاز الأمريكي، لكنها لم تستسلم، ثابرت حتى أصبحت الآن من أشهر الإعلاميين العالميين، والمحبوبة لدى الجميع. والت ديزني. هو رجل أعمال ومنتج ومخرج سينمائي وأخصائي رسوم متحركة أمريكي، وبالتأكيد والت ديزني من أنجح رجال الأعمال ويعلم الجميع ذلك، ولكن لم يصبح كذلك بسهولة، بل تعرض لكثير من المشاكل والصعوبات، حيث أعلنت استديوهات ديزني إفلاسها بعد فيلمها الأخير أليس في بلاد العجائب. فقرر والت ديزني الانتقال إلى مركز صناعة السينما، حيث قام ببيع كاميرته الخاصة حتى يحصل على مبلغ كافي. لذلك هو يعتبر واحدا من أنجح الشخصيات الذي فشلوا في البداية، ولكنه تمكن من الوصول إلى النجاح والعالمية. جي كي رولينج. هي كاتبة ومؤلفة بريطانية، وهي صاحبة سلسلة الروايات الشهيرة هاري بوتر، والتي تحولت إلى سلسلة شهيرة من الأفلام، حيث أصبحت من الكتب الأكثر مبيعا على التاريخ. عدد النسخ وصلت إلى 400 مليون نسخة، وتحولت جي كي إلى رمز لما يكون للمرأة أن تحققه. أخيراً، توماس أديسون. كان توماس طالباً غير متفوق، وقال كل المعلمين الذي درسوه في المدرسة أنه غير ذكي ولا يستطيع التعلم أو اكتساب المعرفة، ليصبح أديسون بعد ذلك قصة نجاح ومثال لأي شخص يريد أن يسلك طريق النجاح. وبعدما يقرب من 1000 محاولة فاشلة، لم ييأس رغم كل المثبطين الذين كانوا حوله، لينير أديسون العالم بأكمله ويفيد جميع البشرية. خلاصة، مهما واجهت مشكلات وعقبات في حياتك، لا تستسلم، فإنك تستطيع النجاح. مهما كان الطريق إلى النجاح طويلا وشاقا، فأنت تستطيع.